Ladies and gentlemen, welcome. كل سنة وانتم طيبين. أهلا بكم في برنامج رمضان and Bitcoin, الحلقة رقم 13. لو انت لسه جديد في الماركت, لو انت لسه داخل الماركت قريب, أو لو انت لسه بتفكر تخش الماركت, حلقة النهاردة دي أهم حلقة بالنسبة لك. اتفرج للحلقة للآخر من غير تضيع وقت. يلا نبتدي. أوكي, اول حاجه هنتكلم فيها النهارده طبعا كالعاده هنبص على الماركت النهارده اخباره ايه. برضو اقدر اقول ان احنا ماشيين سايدويز. بيتكوين لسه بيعافر على 49500. الليفل ده مهم جدا جدا جدا. الليفل ده لو انكسر نزل عن 49500, مش هقول جيم اوفر, بس هقول انه هينزل نزله محترمه. فيا ده بالنسبة للماركت النهاردة. سايدويز يعني ماشي بالعرض, له بيزيد وله بيقل, 5% نازل 5% طالع, في الحدود دي. العملات اللي أنا شايلها النهاردة مفيش غير يوني سواب, هو اللي يمكن عمل شوية جينز, بس حاجة بسيطة يعني 5%. الحاجة الغريبة جدا في إثيريوم. إثيريوم يا جماعة هنتكلم برضو في إثيريوم ده على آخر الحلقة. ما تأثرش باللي بيحصل ده, مش بيتأثر. أنا شايف إن هو مش بيتأثر باللي بيحصل ده. يعني في عملات نزلت جامد وفي عملات طلعت جامد, هو لأ, هو he is very steady. أنا حاسس إنه إثيريوم هينفجر. أنا عندي إحساس من a lot of market research إنه إثيريوم هيحصل فيه زي ما حصل في البيتكوين في 2017. بيتكوين في 2017 طلع من 2000 دولار ل 20,000. انا متوقع ان إثيريوم يعيد نفس اللي عمله بيتكوين في 2017. ده بالنسبه لي الماركت النهارده. اوكي, فخلي بالكو, عايز تشتري اشتري كميات بسيطه وشوف الماركت هيروح فين. لو نزل اشتري زياده, لو طلع خد مكسب, and so on. Point number two. تعالوا بقى نشوف النقطة التانية عندنا في الفيديو اللي أنا عملت عليها الدخلة بتاعت الفيديو, اللي هو الأخبار اللي نزل عندنا بطريقة مفجعة. يعني إيه؟ أشرح لكم دلوقتي. أول خبر نازل, أوكي؟ Bitcoin market is over. ده واحد محلل اسمه ميخائيل فاندي بوبي. اسمه بوبي بوبي يا جماعة. بيقول ان التريدرز في ديسبليف, مش مصدقين, يعني في حالة ذهول. ايه؟ البول ماركت خلص خلاص, 65,000 ده اللي هيطلع له البيتكوين. هو المحلل ده بيقول الكلام ده. ده اول خبر, وحاطت صورة بدائية جدا للماركت سايكل. هل انت شايف ان احنا يعني هنا وصلنا للمرحلة الافوريا وكل الناس بتشتري وهكذا, ودلوقتي خلاص هنبتدي ننزل نرجع في الثلاث سنين الواقعين تاني, زي ما قلت لكم في الفيديوهات اللي فاتت انه الماركت سنة طالع وثلاث سنين سنتين واقع؟ No, I don't think so. Okay, so ده اول خبر negative. That's negative news. Okay, تاني خبر, بلود باث, مذبحة, في مذبحة كونتينيو على الكونتينيو ماركت. الكريبتو ماركت خسر يا جماعة 70 بليون دولار, وبيتكوين نزل عن 50,000 دولار, وحاطين صورة الكوين 360 احمرات. ليه الماركت لما بيبقى اخضر ما بنعملوش خبر؟ ليه الماركت لما بيبقى اخضر ما بيتحطش صورة؟ ليه لما عندنا الماركت كاب بتاعت ابل ليه ما طلعش صوره كده محطوط فيها ان احنا عندنا ماركت كاب بتاع ابل؟ ليه الناس بتحسب الكلام ده وبتحطه على الريدت, انما الميديا مهتمه بس بالنيجاتيف نيوز؟ الخبر الثالث, كريبتو ماركت فير, الخوف والرعب, افتر ماسيف بلانج. ماسيف بلانج ايه يا جماعه؟ ده احنا نازلين 20% 25%. الناس القدام اللي زي عادي وحاطط لك, بص احنا فين دلوقتي,
انا هقول لكم الشارت ده بتاع ايه في الخبر اللي جاي. اوكي ادي الخبر كمان، وشوفوا بقى الخبر الظريف ده اللي كل الناس بتتكلم عنه، عن النصاب بتاع تركيا اللي نصب على الناس وهرب. يا سلام، حاطينها اول حاجه في الاخبار. ليه؟ هنعرف ليه هم بيحطوا كل الاخبار دي. ليه؟ تركي كريبتو انفستور سفرز انذر فيتال بلو افتر سكند اكسشينج كاستدي جوز اوف لاين. وهو ده الكلام اللي انا بقوله، ان انت فلوسك ما تسيبهاش في باينانس، فلوسك ما تسيبهاش في فيمكس، فلوسك ما تسيبهاش في بيتمكس ولا اي تورو ولا الكلام ده، ما تسيبهاش في ولا ويب سايت بتاع تداول. فلوسك في محفظتك، بمحفظة فيها 12 او 24 ريكفري باسورد. غير كده انت عايز فلوسك تضيع. اوكي طيب، هنيجي بقى ليه هم قاعدين بيقولوا النيجاتيف نيوز دي. علشان خاطر يزودوا الفير، الخوف والرعب في الناس. لو شفنا الفير اند جريد اندكس هنلاقي انه الفير زايد. اهي دي الشارت اللي كنا شايفينها في الويب سايت اللي فات، ده من شهر. دي نسبة الخوف بتاعت الناس، الناس كلها مرعوبة. طبعا ما انتوا قاعدين بتبعتوا نيجاتيف نيوز، قاعدين بتبعتوا اخبار سلبية جدا. فين الاخبار؟ فين الاخبار الحلوة؟ ليه مش بنشوفها؟ ليه بتخوفوا الناس؟ واي؟ لما نيجي نشوف لمدة سنة هنلاقيه نفس الشارت اللي كان موجود قبل كده. خلاص؟ بس ده ببساطة جدا ان هم عايزين يزودوا الفير. في مليون سبب يكون ده ليه؟ يعني مليون سبب. وبعدين عندك بقى في الاخبار هنا بيقول لك positive news. ده خبير كان بيشكر في البيتكوين ايام ما كان ب10 دولار. بيقول ايه الراجل ده؟ بيقول يا جماعة انه البول باك اللي احنا فيه ده هيساعد بيتكوين على انه يوصل ل100,000 دولار. ده باختصار شديد المقال ده، انه this is healthy، دي حاجة صحية جدا البول باك اللي بيحصل ده. الخبر اللي بعده، الويلز الحيتان بيشتروا الدب 2.3 بليون دولار. الحيتان القدام اللي داخلين الماركت من زمان عارفين انه فرصة زي دي ما تتعوضش. بيتكوين نازل 20-30-40%، ما تتعوضش. فكر على اللونج رون دايما. بيتكوين سنة 2030 هيبقى بكام؟ بيتكوين سنة 2040 هيبقى بكام؟ بيتكوين لو سبته لعيالك، عيالك هيصرفوه بكام؟ ده اللي المفروض تفكر فيه. وبعدين بقى في بايدن عايز ينزل قوانين جديدة للتاكس بالنسبة للناس اللي عندهم كريبتو كورنسي، وباختصار شديد هيدبحهم. فالناس خايفة، يقول لك بايدن مستقبله وحش قوي مع الكريبتو كورنسي. بيتكوين may suffer a lot from Biden presidency. ده برضو خبر موجود. طيب خبر اللي بعده، برضو another positive news عشان ما يبقاش كل الاخبار نيجاتيف. احنا فهمنا هما بيحطوا اخبار نيجاتيف دي. This was not the top. ده مش التوب بتاع بيتكوين في 2021 بول ران. ده كلام مظبوط. ده مش التوب يا جماعة. وحطيت لك الشارت دي يثبت فيها انه ده مش التوب، ان دي لسه ميد سايكل، احنا لسه في منتصف الطريق. هيطلع ل100,000، هيطلع ل100,000، ما فيهاش تفاهم، لازم يطلع ل100,000. وبعدين ايثيريوم زي ما كنت بتكلم عليه في الاول، ايثيريوم قوي جدا جدا جدا. I don't know why. الاكتف ادريسز، العناوين والمحافظ اللي بتتفتح جديده لايثيريوم وصلت لأعلى ما وصل عليه في تاريخه. أهو هنا all time high. all time high. الناس كل يوم بتنزل محافظ إثيريوم بصرف النظر المحفظة دي فاضية ولا فيها فلوس. 771,000 active إثيريوم address. 771,000 active محفظة. ده رقم مش سهل. بصوا إثيريوم
إثيريوم will explode. في عملات كده لما تشتري فيها انت ضامن فيها فلوسك اكتر من الكاش. يا جماعة الكاش بينزل 15% كل سنة، كل سنة بينزل قيمته 15%. انت اشتري اي عملة من دول وسيبها سنة، شوف هتزيد كم في المية. حتى انا كمان ممكن اوريكو لايف اي عملة انتوا عايزينها، اي عملة عايزين رأيي فيها اكتبوا لي تحت في الكومنت سيشن وانا اقول لكم على طول اذا كانت العملة دي كويسة ولا مش كويسة. طبعا ده بناء على رأيي الشخصي وعلى ماي ريسيرش. اوكي طيب تعالوا بقى نتكلم مع بعض في شوية تكنيكال اناليسز للسعر بتاع البيتكوين. زي ما انتوا شايفين هنا في الشارت، طبعا دي الوقعة من 65,000 لغاية آخر حاجة نزلها اللي هي 47,500. أوكي الرقم اللي احنا منبهين عليه. So في ريكفري بسيط هنقول، ولو انه ما فيهوش فوليوم كتير، بس الفيبوناتشي ريتريسمنت ده تاني لازم بيتكوين يعدي 56,000 او يلمسها. امتى؟ لما يكسر المثلث ده. احنا على وشك نكسر المثلث ده، بس مشكله المثلث ده انه يا هيتكسر على تحت يا هيكمل على فوق. لو انت ما شفتش الحلقات بتاعت امبارح واول امبارح بنتكلم على تشارت اسمها الوايكوف تشارت. الوايكوف تشارت دي في ناس متنبئه انه البيتكوين ماشي عليها بالظبط. لو الوايكوف تشارت دي كلامها صحيح يبقى احنا هننزل لل 20,000 دولار. يا جماعه بصرف النظر انت اشتريت ب 60 ونزل ل 20 اشتري تاني هتبقى انت دخلت على 40 وكبرت راس مالك. ما تحطش فلوسك كلها في البيتكوين، ما تاخدش رقم كبير وتحطه في البيتكوين مره واحده. زي ما بنصح الناس في كل فيديو، مبلغ كل شهر، مبلغ كل اسبوعين. الشهر ده ما عنديش فلوس مزنوق 100 $100. الشهر الجاي معايا فلوس كتير احط 1000 دولار وهكذا لغاية سنة 2030. وفي سنة 2030 كلمني في التليفون قولي بقى معاك كام. اوكي فيا احنا في منتصف الطرق اللي قلقني انه احنا النهاردة السبت، فدايما بيتكوين في عوايده يوم الاثنين ويوم الثلاث بيقع. I hope انه ده ما يحصلش، I hope انه يطلع وان كلنا نكسب. ولو انت بتحب تعمل تريد للبيتكوين على اللونج تيرم والشورت تيرم انصحكم بمنصة فيمكس. لو استعملت الكود بتاعي اللي موجود تحت في البريسكريبشن هيديكوا $80 هدية، تقدر تودع فلوس $200-$300 وتعمل تريد بال $80 الهدية وتقدر تسحب المكسب. يوز اللينك اللي تحت هتفتح بيه ان اكاونت. ده بالنسبة لحلقة النهاردة. Thank you very much for watching. ما تنساش to like and subscribe الفيديو to help the channel grow وتشجعني وتحفزني ان انا اعمل فيديوهات كل يوم. لو ما شفتش الحلقات اللي فاتت اتفرج على كل الحلقات لانه كل حلقة فيها معلومة غير التانية. هو الموضوع مش روتيني، انا مش ماشي روتيني على روتين معين. انا كل يوم بعمل حلقة جديدة فيها معلومات تهمك وبتكلم على عملات تانية كتير غير البيتكوين وبتكلم على حاجات كتير جدا. Thank you very much for your support and as always guys, as always, see you tomorrow. Bye.